الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منه أجرا عظيما. يا نساء وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت من
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقعنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقعنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه
صدق الله العلي.